مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. يمكن واقعه من الوقائع الغريبه اللي حدثت في منطقه مدينه نصر، بطلتها سيده في الاصل مهندسه، ولكن هي قررت انها يعني تغير نشاطها وتتجه الى مجال ليس له علاقه من قريب او بعيد بالهندسه. قررت انها تفتح مركز تجميل في مدينه نصر، وبدات انها تجري عمليات تجميل لعدد من الراغبين بقى في اجراء هذه العمليات من الفتيات وغيرهم، اللي طبعا يعني بيبحثوا عن الجمال، ولقوا في هذه السيدة انها قادرة انها توفر لهم يعني عمليات التجميل اللي هم بيرغبوا في اجراءها. ولكن بعد فترة بدأت الامور تنكشف وبدأت تتضح الامور اكثر فاكثر، واتضح ان هذه السيدة لا هي دكتورة ولا لها خبير التجميل ولا لها علاقة بالقصة من قريب او بعيد، واتضح انها مهندسة. تم اتخاذ اجراءات قانونيه ضدها، وصدر قرار النهارده من النيابه بحبسها 4 ايام على ذمه التحقيقات. مزيد من التفاصيل هنعرفها من الزميل والكاتب الصحفي كريم صبحي، الكاتب الصحفي بقسم الحوادث بجريده اليوم السابع. كريم، برحب بيك معانا. مرحبا بكم وبرحب بمشاهدي تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. ويعني لو تكلمنا بقى عن كواليس قرار النيابه النهارده، النيابه اصدرت قرار بحبسها، يعني لو تقول لنا ايه اللي تم قبل قرار الحبس؟ هو تم التحقيق معه، والنيابه العامه نيابه مدينه نصر، نيابه اول مدينه نصر، وجهت لها تهمتين، وهي ممارسه مهنه بدون ترخيص وهي مهنه الطب، وانتحال صفه طبيبه، على اساس ان هي كانت بتعمل دعايه على مواقع التواصل الاجتماعي بان هي طبيبه وفاتحه مركز تجميل، وبتنشر فيديوهات والمرضى او اللي بيترددوا على العياده بيقولوا لها دكتوره والكلام ده. بس الواقع بقى من بدايتها اصلا كانت، يعني اللي كشف الواقع اصلا اداره العلاج الحر، ده اداره العلاج الحر دي اللي هي تابعه لوزاره الصحه، كانت بتعمل حملات على طول، هي بتعمل حملات على المراكز الطبيه والعيادات. دخلت المركز ده في مركز في شارع رئيسي في مدينة نصر، دخلت المركز على أساس بيشوف التصاريح والتراخيص، طلبت من المسؤولة أو الطبيبة دي اللي هي المتهمة إن هي تبرز ليها الأوراق اللي تثبت إن ده مركز مرخص وإن هي أصلاً بتمارس طب مهنة الطب إن هي طبيبة. لكن المفاجأة الكبيرة إن اكتشفوها إن أصلاً ما عندها، يعني مش خريجة طب ولا تمتلك اي شهادات تخص كليه الطب، واكتشفوا ان هي اصلا مهندسه وفاتحه المركز ده وعامله دعايه ليه. فعلى الفور تم ابلاغ قسم اول مدينه نصر واللي حضر، وتم القبض عليها واحالتها الى النيابه. طيب انا عاوز اسالك بقى، يعني ايه اللي يخلي يعني سيده خريجه كليه هندسه تتجه الى مجال التجميل؟ يعني هل كان في سابق خبره عملت مثلا في عدد من مراكز التجميل كمساعده او كاي نوع من انواع الوظائف الموجوده داخل مركز التجميل، فقررت بعد كده بقى انها تفتح مركز خاص رغم انها لا تحمل شهاده طبيه تؤهلها للقيام بهذا الدور؟ يعني ايه الكواليس؟ هي حكت او بررت او قالت ايه في التحيات لما سألت من قبل النيابة العامة؟ هي قالت في التحيات انكرت ان هي بتعمل عمليه تجميل، وقالت بس ان انا دوري بس كان بيقتصر على ان انا بدي للمرضى او العملاء حقن البوتكس اللي هي بتبقى في الوجه دي، ده كان دورها بيقتصر. لكن التحيات كشفت غير كده خالص، وان هي فعلا كان بتجري عمليات وكان مسمينها الدكتوره يعني سين او حرفها، فمعنى كده ان هو كان بتوهم اللي قدامها ان هي دكتوره، مش مجرد ان هي كانت مساعده او ممرضه بتدي بس دورها حقن بوتكس، لكن كانت بتجري عمليات تجميل. هي عمليات التجميل دي بقت مشروع مربح لناس كثيره جدا، فكونت كميه علاقات، عملت صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا الناس تجيلها بتعمل مثلا عمليات مجانا على اساس الناس تعمل لها دعايه، فمن هنا بدا يبقى ليها زباين، وشافت ان الحاجه دي سهله، ان هي ممكن تعمل اللي هي الحقنه البوتوكس بمساعده ناس تانية. طيب السؤال بقى هنا، يعني هل النيابة العامة استمعت لأي من الضحايا أو الناس اللي أجروا عمليات تجميل داخل هذا المركز، ولا لسه لحد دلوقتي مفيش تحقيق؟ لا، النيابة العامة أولا أمرت بغلق وتشميع المركز، وفي صور عند حضراتكم كده تظهر لغلق التشميع المركز الطبي، وأمرت باستدعاء المجني عليهم من الناس اللي عايزة هتقدم بلاغات، لأن يعني ممكن يكون لغاية دلوقتي ما فيش حد عرف إن هي اكتشفوا المفاجأة الكبيرة إن اللي عمل لها العملية دي مهندسة وليست طبيبة، فهتبتدي البلاغات تتوالى
بمجرد لان النهارده هو تم كشف القضيه النهارده، فهتتم بقى كشف البلاغات او هتتوالى البلاغات ضد المتهم. يعني انت طبعا الصور احنا بنعرضها للزميل كريم صبحي، تحدث عنها الصور الخاصه باغلاق المركز، مركز التجميل، بنعرضها بناء على لحضراتكم. قرار النيابه العامه. بنعرضها لحضراتكم على شاشه التلفزيون يوم السابع، هي الظاهره قدام حضراتكم. ده المركز، وده قرار التشميع اللي طبعا صادر من الجهات المختصه، واللي قررت اغلاق المركز بعد ثبوت عدم وجود تصاريح لعمله، وثبوت ايضا ان القائمه على المركز هي مهندسه وليست طبيبه. ارجع ليك مره تانية كريم، وخليني يعني اسالك بقى ما هو القادم. يعني احنا عرفنا ان هي اتحبست 4 ايام على ذمه التحقيقات النهارده، فما هي الاجراءات متوجه لها التي تهمتين، مقبله في هذه القضيه؟ يعني تنزل طبعا كجلسة تجديد حبس، ومن المقرر يتم تجديد حبسها 15 يوم، وهتيجي بقى التحريات والتحقيقات وتشوف ازاي السيدة دي او المهندسة دي عملت عمليات تجميل، يعني جاتت الخبرات منين او عملت تجميل ازاي. والناس يعني في ناس كانت بتشكر فيها طبعا كتير جدا على الفيديوهات، لان انا دخلت على صفحة المركز وفي فيديوهات كتيرة ليها، بس هي اللي لاحظته في الفيديوهات بتاعتها هي ما بتبانش خالص، يعني لابسه اللي هو الكمامه دي، حتى من العمليات العاديه ما بتبانش خالص، بتبين بس المريض وهي ما بتظهرش خالص. فهي هيبان بقى، يعني هيبان في التحقيقات ازاي كانت بتعمل العمليات دي، ده بناء على مين، اقوال المجني عليهم او اقوال المرضى، ان ازاي كان هي مهندسه اصلا وازاي كانت بتعمل عمليات التجميل دي. طيب، يعني انا عاوز برضو اسالك سؤال متعلق بدراستك لهذا الملف بشكل عام. ما حجم هذه القضايا وهذه الجرائم المشابهه المتعلقه بانتحال صفه طبيه من اجل كسب الرزق او التربح السريع او ما الى اخره؟ هي دي يعتبر ما تعتبرش اول حاله، يعني في حالات كتيره، انا بخبرتي في قسم الحوادث قابلنا حالات كتيره جدا بتنتحل صفه الطبيب، والغريب ان المرضى بيشكروا هو، يعني دي حاجه غريبه جدا، بيشكروا في الدكتور اللي هو المنتحل صفه الدكتور او مش دكتور او الدكتوره، ان هي ممكن يكون بنوع من الممارسه عرفت خبايا او الطب، او مجرد ان هي تعمل عمليات معينه ولكن خدت خبره عنها. ده يعني بيرفع معدل الخطورة، خاصة أنه غير مؤهل للتعامل مع بعض الحالات الطارئة التي قد تحدث أثناء إجراء العمليات الجراحية. طبعا ده بيعرض حياة المريض لخطر كبير جدا، يعني بيعرض حياة المريض، لان هي ليس على دراية كاملة بحاجة زي كده، فهي بتدخل بس الثراء السريع زي ما بيقولوا، ان هي شايفة ان ده مشروع مربح، وان هي ممكن يكون من امنياتها ان هي تطلع دكتورة، وهو من امنياتها تطلع دكتور، ف يعني مارس كده لكن هي بتشكل خطورة كبيرة جدا على المريض، وممكن توصل لحالات وفاة يعني للمرضى. الزميل والكاتب الصحفي كريم صبحي، مسؤول ملف القضاء في اليوم السابع، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك شكرا معنا. شكرا شكرا يمكن ده جزء من تفاصيل القضية المتداولة أمام ساحة القضاء للسيدة أو المهندسة اللي انتحلت صفة طبيبة وأجرت عمليات جراحية تجميلية لعدد من المرضى. القصة يمكن مش جديدة، ولكنها بتستدعي تسليط الضوء عليها من أجل أن يتنبه أو ينتبه المواطنون في تعاملهم مع المراكز الطبية، لأن كان في قضايا أخرى مشابهة حدثت وكانت أسفرت عن سقوط ضحايا. مش عايزين ده طبعا يتكرر، وعلشان ما يتكررش مشكور طبعا مجهود وزارة الصحة لأنها بتقوم بعمليات التفتيش والضبط، لأن دوت هو السبيل أو الطريقة الأولى نحو تقليص أو القضاء على هذه المراكز الطبية. ولكن يجب أيضا أن يتنبه المواطنون ويكونوا على دراية مع المركز اللي بيتعاملوا معاه. لازم مش عيب ان انت تطلب ان انت تطلع على تراخيص المركز او تطلع على تصاريح عمل الطبيب اللي بيجري لك جراحه، لان انت روحك هتبقى في ايديه، فمش عيب ابدا ان انت تطلب دوت. اكيد هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل لهذه القضيه خلال الايام المقبله مع اي مستجدات هتطرأ على هذه القضيه. بشكركم في النهايه على حسن المتابعه، والى اللقاء.